تستيقظ بعد منتصف الليل على رنين هاتفك، فتجيب وأنت شبه نائم وتقول: هل تعرف كم الساعة الآن؟ لكن تجلس بعدها وكأنك تعرضت لصدمة، فتسمع صوت رجل يقول لك: جهز أغراضك وانتظر في الخارج، سيأتون لاصطحابك بعد حوالي 10 دقائق. تخرج من منزلك وإذ بطائرة مروحية صغيرة تهبط في حديقتك. تدخل إلى الطائرة وهناك تجد عالمة، إنها متخصصة في علم الآثار والحفريات. تخبرك العالمة بعد إقلاع المروحية بحدوث شيء فظيع في إحدى جزر أمريكا الجنوبية، وأنكما متجهان الآن إلى هناك. العملية في غاية السرية، لذا يطلب منك تسليم هاتفك المحمول. تحلق الطائرة بعيداً عن المدينة المظلمة وتهبط في المطار، ومن هناك تنتقل إلى طائرة أخرى وتحلق نحو ساحل أمريكا الجنوبية. في تلك الأثناء تهبط على جزيرة صغيرة، ويوجهك المرشد إلى ركوب سيارة تنتظركم في مكان قريب. تستقل السيارة برفقة مجموعة من العلماء وتسيرون في الأدغال الحارة، ثم ينتهي الطريق، فتواصل رحلتكم عبر ممر ضيق، وتلاحظ أنه كلما تقدمت في عمق الغابة أصبح المكان أكثر هدوءاً. الطيور لا تزقزق وحتى الأوراق لا تصدر حفيفاً. وأخيراً تنتهي الغابة فتجد نفسك على الساحل، وأمامك العديد من الخيام التي تضم الكثير من المعدات العلمية وعدة أشخاص وبعض السيارات. ثم يقودك أشخاص يرتدون بدلات سوداء نحو بعض الأشجار المطاح بها، وينتهي بك الأمر وسط خندق كبير يقود إلى المحيط. يبدأ هذا الخندق في الغابة عند الأشجار التي سقطت. عند النظر إلى حجم هذا الخندق تظن أن قطاراً عبر من المكان، لكن الحقيقة مخيفة أكثر مما تعتقد. بعد القيام ببعض الأبحاث تخبر من حولك أن الكائن الذي ترك هذا الأثر الضخم انقرض قبل حوالي 60 مليون سنة. إن الكائن الذي اقتلع الكثير من الأشجار هو أكبر ثعبان عاش على سطح الأرض. عليك الآن أنت وفريقك معرفة كيف تمكن هذا المخلوق من البقاء حياً طوال هذا الوقت، وتحتاجون أيضاً إلى معرفة مكانه الآن. عاش ثعبان تيتانوبوا في الغابات الاستوائية قرب المستنقعات. يبدو بأن الجزيرة هي موطنه الأصلي، لكن شيئاً أرغمه على الذهاب إلى المحيط. تتفحص الخندق جيداً ثم الأشجار المتساقطة، وتخبر الجميع أن الثعبان لم يكن بمفرده، بل كان يقاتل كائناً ضخماً مثله. ينظر إليك الجميع والصدمة ظاهرة على وجوههم، وبعد لحظات تسمعون صوت هدير قوي قادم من الماء. يظهر كائن من وسط المحيط كدولفين متوحش، إنه الموزاسور. عاش هذا المخلوق الضخم في مختلف البحار والمحيطات قبل 145 إلى 65 مليون سنة، وهو شبيه بالتمساح إلى حد كبير، حيث يملك حراشف ملساء وداكنة اللون وزعنفة في نهاية ذيله وزعانف بدلا من الأرجل. يصل طول هذا الكائن إلى 17 مترا، أي بحجم مبنى من 5 طوابق، ووزنه كنصف وزن عربة قطار. يجوب هذا الديناصور الضخم المياه القريبة من الشاطئ أمامك مباشرة، ويخلق بزعانفه الكبيرة الأمواج الضخمة التي تجرف الخيام على الشاطئ، وتفرق المتواجدين على الجزيرة في مختلف الاتجاهات، وتقلب العديد من السفن واليخوت. ترى الناس في قوارب النجاة متجهين بسرعة نحو الشاطئ. كان الموزاسور في العصر الطباشيري من أضخم الحيوانات المفترسة، ليس في البحر فقط بل على اليابسة أيضاً. لم يتجرأ أحد على مواجهة هذا الوحش الضخم، لذلك تكاثر في جميع أنحاء العالم. لم يشعر هذا الكائن من قبل بشعور الفريسة، لكن يبدو أنه يواجه خصماً عنيداً اليوم. يغوص الموزاسور إلى الماء مرة أخرى وكأنه يهرب من شيء ما. على بعد بضع مئات من الأمتار ترى ثعبان التيتانوبوا الطويل والأملس، إنه متمدد بكامل طوله ويسبح خلف الموزاسور. يصل طول هذا الثعبان إلى 17 مترا، أي أطول من عربة القطار بمرة ونصف. سيواجه أكبر ثعبان على الأرض أكثر الديناصورات ترويعا تحت الماء، بينما تقف أنت لمشاهدة ما سيحدث. يلتف التيتانوبوا حول الوحش البحري ويسحبه نحو الشاطئ. لن يكون الديناصور العظيم في وضع المسيطر على اليابسة نظرا لتكيف زعانفه مع البحر، لكنه لا يملك خياشيم بل رئتان، وبالتالي يحتاج إلى الهواء للتنفس، لهذا يستمر القتال. ينتهي الأمر بالثعبان والديناصور على الشاطئ، وتقف أنت خلف الأشجار القريبة تراقب ما يحدث. يضغط الثعبان على خصمه بقوة ويفوز، لكن يتمكن الموزاسور من دفع رأس التيتانوبوا بزعانفه داخل الرمال. يسمح الثعبان لعدوه بالذهاب ويزحف الموزاسور مرة أخرى إلى الماء، لأنه أسرع هناك وأكثر رشاقة من الثعبان.
ينزلق التيتانوبو ملاحقا منافسه ويستمر القتال تحت الماء. تمكن الموزاسور من السباحة بعيدا عن الشاطئ والاختباء بين الشعاب المرجانية والطحالب، وأصبح غير مرئي تقريبا بفضل حراشفه الداكنة، فيتجاوزه الثعبان. في تلك الأثناء يقفز من خلفه الموزاسور ويفتح فكيه القويين على مصراعيهما كالثعبان، ثم يمسك بخصمه. سرعان ما يرد التيتانوبو بالالتفاف حول الديناصور ويعض ذيله بأنيابه العملاقة. أصبح الحيوانان الضخمان في مأزق الآن، ولا يعرفان ما عليهما فعله. تبلغ قوة قبضة الثعبان كضغط وزن جسر بروكلين بأكمله على عربة ركاب. يعلق الموزاسور ويبدأ بركل زعانفه وتحريكها، ثم يلتف حول محوره وحوله الثعبان. يخلق دوران الزاحفين العملاقين دوامة ضخمة في الماء تعلق فيها أسراب كاملة من الأسماك. يشعر التيتانوبو بالدوار من هذه الدوامة فيفقد تركيزه ويفتح فكيه، ويستخدم الديناصور كل قوته ليتحرر، فيتركه الثعبان ويسبح بعيدا. والآن سيطارد الديناصور خصمه. يخرج التيتانوبو من الماء دون أن يبتعد عن الشاطئ. وفي السماء تحلق طائرة مروحية لتصوير الحدث، وتبحر اليخوت وقوارب الصيد الصغيرة إلى موقع معركة العملاقين. يزحف التيتانوبو خارج الماء ويوشك على الاختفاء في الغابة، لكن يمسك به الموزاسور في اللحظة الأخيرة. يملك الموزاسور صفان من الأسنان في الفك العلوي، يقع أحدهما قرب البلعوم. هذا الصف يسمح للديناصور بالإمساك بفريسته أثناء مقاومتها. تستمر المعركة على اليابسة، فيحطمان الأشجار أثناء القتال. يلتف التيتانوبو حول عدوه ويفتح فمه الضخم ويمسك بذيل الديناصور ويبدأ في ابتلاعه ببطء. يدرك الموزاسور ما يخطط الثعبان الضخم لفعله ويبدأ في الضرب بجسمه. يعيق الثعبان حركته، لذا يحفر الديناصور الشاطئ الرملي. وبعد فترة قصيرة تظهر حفرة كبيرة تحت الوحشين. يدخل الرمل في عيني الثعبان، مما يتيح لخصمه الفرصة للهرب. يزحف الموزاسور نحو الماء من جديد، لكن التيتانوبو ليس متعجلا للقبض عليه. يمكنك الآن رؤيتهما متعبين. يسبح الموزاسور بعيدا عن الشاطئ يحدق في الثعبان. يبدو الديناصور من الشاطئ وكأنه جذع شجرة ضخمة، يحدق بالأفعى بعينيه اللتين بحجم كرتي قدم. يستلقي التيتانوبو على الرمل وهو يتنفس بصعوبة، ثم يمد جسمه بكل طوله وينظر إلى الخلف نحو الموزاسور. ينحني جسم الثعبان الطويل ببطء ويشد عضلاته، ويستعد الحيوانان الزاحفان للهجوم. يتجه الديناصور ببطء نحو الشاطئ ويصدر هديرا مع التجديف بزعانفه، ويضرب المياه الضحلة كالفقمة باتجاه التيتانوبو، ثم يندفع الثعبان كنابض في وجه عدوه. يحدث هذا بسرعة كبيرة، فيصطدم رأسا الحيوانين ببعضهما البعض. كانت الضربة قوية لدرجة أنهما فقدا اتجاهيهما وابتعدا عن بعضهما البعض، والآن يشعر كل منهما بأنه قد خسر. يعود الديناصور إلى الماء ببطء ويعود الثعبان إلى اليابسة. سئم الوحشان من القتال، وليس هناك فائز. بينما تقف أنت والبقية في صمت تام من هول الموقف، تنظر إلى الجزيرة وإذ بالأشجار المحطمة من حولك في كل مكان. تجد في وسط الجزيرة شلالا وحجارة ضخمة مبللة. هناك خدوش كبيرة على العديد منها. منذ ملايين السنين نجحت الكثير من الزواحف القديمة بالنجاة من الكوارث على هذه الجزيرة، والآن لم يبق منهما سوى اثنين. فتدرك أن الموزاسور والتيتانوبو يتقتلان منذ سنوات، وقريبا سيستعيدان قوتهما ليتصارعا من جديد، لكنك تقرر مغادرة الجزيرة قبل حدوث ذلك.